بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جميعنا نعلم أن أهم فوائد ماء الورد هي الفوائد اللي تخص البشرة، وحتى نستطيع أن نستفيد من كل هذه الفوائد علينا أن نتناول ماء الورد على الريق من خلال وضع ملعقة طعام من ماء الورد في كوب ماء نقي ونشربها على الريق. فوائد شرب ماء الورد على الريق تعمل على تصفية البشرة وتنقيتها وتنعيمها وتفتيحها وتوريد الخدود، تساعد في منح الإشراقة الجميلة للبشرة، وكذلك تؤخر علامات الشيخوخة. لكن ماء الورد الذي نستخدمه في هذه الوصفة هو المخصص للشرب. ماء الورد، يجب أن تختار ماء الورد المخصص للشرب. يأتي به جدول فيه المعلومات الغذائية. هذا هو ماء الورد المخصص للشرب. تجدين في قارورة أو زجاجة ماء الورد التي تشترينها المعلومات الغذائية، وراح تتأكدي وتعرفي أنها خاصة للشرب وليست خاصة بالبشرة. ماء الورد الخاص بالبشرة يأتي في قارورة ماء الورد أنه صالح لجميع أنواع البشرة. هذا هو ماء الورد الخاص بالبشرة، يكتبوا أنه لجميع أنواع البشرة وخاص للبشرة. ولكن ماء الورد في هذه الوصفة قلت يجب أن يكون مخصص للشرب. تجدين المعلومات الغذائية في القارورة. لست أدري إن كان ماء الورد المخصص للشرب موجود في كل الدول. المهم في هذه الوصفة إنك تبحثي عن ماء الورد المخصص للشرب. حذاري من استخدام ماء الورد المخصص للبشرة. طريقة استخدامه قلت نأخذ ملعقة من ماء الورد المخصص للشرب، ملعقة طعام من ماء الورد المخصص للشرب، ونمزجه مع كوب ماء، ويتم تناوله يوميا على الريق. رائع جدا. كذلك يعمل على معالجة الهالات السوداء وانتفاخات العين، يمنح جلدك الترطيب المناسب، يعطيه تورد جميل، يضفي عليه لمعان وبريق، يعالج لك حب الشباب، يغلق المسامات، يعالج آثار حروق الشمس، كما أنه كذلك يساعدك في تخفيف الوزن وحرق الدهون. كل هذه الفوائد تتحصلين عليها من خلال شرب ملعقة ماء الورد المخصص للشرب، ويجب أن يكون غذائي. حذاري من استخدام ماء الورد المخصص للتجميل. قلت تضعين ملعقة طعام، خففيها بكوب ماء واشربيها على الريق. هذه الوصفة تستخدمها كثيرا الإيرانيات، ولا يخفى عليكن جمال بشرة إيرانيات. إن شاء الله تكون هذه الوصفة عجبتكم، وقد طلبتموها مني كثيرا. طلبتم مشروب يكون مخصص لتجميل البشرة داخليا، وحتى تأتي الخلطات بنتائج إيجابية. استخدموا هذه الوصفة مدة شهر ورايحين تدعوا لي. بالأخير أتمنى مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء.
وذلك لكي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.